السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 11 أكتوبر 2024، لازالت طواقمنا في العمل الخيري تعد الطعام والوجبات الجاهزة للمشردين والمنكوبين في منطقة شمال قطاع غزة، والشكر موصول بذلك إلى مجموعة مؤسسات غزا ياردمي بلاتفورمو. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. الخير بفضلك قد عم، والنور بأمرك قد تم، ربي الوهاب إذا أعطى تلقى الخيرات أتت جما، إذ تدهش عبدا في رغد وتنوع في الكسب الغنى، قد فاض الرزق بساحته وازداد فلا تحصى النعمى، فيجيش القلب يسبحه وبتحميد يجلو الهم، رزق للقلب يطيبه يهب الرحمن لك.